الله عز وجل أمرنا بالتقوى، والتقوى تعريفها المختصر هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر بحيث أنك تطيع الله عز وجل في كل ما أمرك به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجتنب النواهي كل ما نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه. فمن عمل بهذا فهو المتقي. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.